الظروف الصعبة عشان يعني يسيئوا ويشككوا للمصريين في اللي احنا بنعمله، وان ده على حسابهم وضدهم. ابدا والله، لا والله، هو رهان عليكم ان انتم يعني متفاهمين اللي بيتعمل ومقدرين وبتتحملوا، وانا بقول ان انتم بتتحملوا. تدمير الناس وتدمير الدول بدعاوي كاذبة سائفة بتزييف الوعي توقف نتيجة ايه؟ احداث 2011. يعني مجمع زي كده هتعرفوا دلوقتي لما بيتعرض علينا حجم الفوائد اللي بتعود على مصر في مجال السولار والبنزين وبنزين الطيارات وحاجات اخرى كثيرة جدا بينتجها، توقفت ما يقرب من 10 سنين. دي الموجة الثانية المحتملة اللي انا بقى نفسي من خلال الكلمة اللي بنقولها دلوقتي، ننتبه كدولة وننتبه كمواطنين ان احنا نحافظ على ما حققناه. احنا عملنا نجاح.